بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الأعزاء، إزيكم؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وبسلامة وبصحة جيدة وفي أحسن حال. أنا محمد حسين ودي قناتكم ايرن سي ام اي فور فري. مكملين مع بعض سيكشن اف 4. إن شاء الله النهاردة تالت حلقة في سيكشن اف 4 بنتكلم فيها عن الداتا مايننج، وإيه هي التكنيكس أو البروسيس اللي بيقوم بيها الداتا ساينتست علشان يقدر يطلع المعلومات أو الهيدن انفورميشن من الـ Unstructured Data، وممكن الـ Structured Data برضو، علشان يطلع معلومات تفيد الشركة في إنها تحقق أهدافها وتزود الإنتاجية وتقلل التكاليف. تعال الأول نشوف الـ LOS طالب مننا إيه في الجزئية ديت. دوت الـ Learning Outcome Statement الخاص بالـ IMA طلب منك أول حاجة تعريف الـ Data Mining، طلب منك ايه هي التحديات او الليميتيشن اللي ممكن تواجهنا لما نيجي نطبق الداتا مايننج، وطلب منك ازاي معنى يعني ايه معنى الاتريتيف بروسيس، ويعني ايه الداتا مايننج ديت ارت، ويعني ايه هي ساينس. هنشوف الكلام ده يعني ايه. وقال لك ازاي الناس بتستعمل الاستراكشر كويري لانجويج كتول اللي انت تقدر تتريف الداتا او مانيبيليت الداتا. هنعرف معنى دوت ايه. واخيرا في نقطه الداتا مايننج النقطه رقم كي، بقول لك describe how an analyst would mine large data set to retrieve a pattern and provide insights. ايه هي الخطوات اللي بيقوم بيها الاناليست او الداتا ساينتست علشان يطلع لك الهيدن انفورميشن اللي انت تقدر تستخدمها في النشاط بتاعك. قبل ما نبدا حلقتنا، لو انت مش مشترك معانا في القناه اشترك واخبطنا باحلى لايك. يلا بينا نبدا حلقتنا. اول حاجه قال لك يعني ايه تعريف الداتا مايننج. الداتا مايننج ديت يعني ايه؟ احنا شفنا مع بعض لما شرحنا الداتا ساينس والسيشن اللي فات كله، كنا بنقول في داتا وفي انستراكتور داتا وفي بيج داتا، وازاي ايه هي التكنيكس اللي هنتعامل بيها مع الداتا ديت. وشفنا الارتفيشال انتليجنت، تطرقنا لحاجات كتير. طيب انا هستفاد ايه من ده كله؟ فقال لك انت لازم يبقى عندك حاجه اسمها داتا مايننج، اللي انت تبقى تسيرش او تبحث في الداتا ديت علشان تطلع معلومات او انفورميشن. الانفورميشن دي هتفيدك في ان انت تحقق اهداف الشركه بتاعتك. يبقى هنا قال لك الداتا مايننج ذا يوز اوف ستاتستيكال تكنيكس، بتستخدم علم الاحصاء، تو سيرش لارج داتا سيتس، تبحث في داتا لارج داتا، تو اكستراكت اند انالايز داتا ان اوردر تو ديسكفر، علشان ديسكفر ايه بقى؟ previously unknown، معلومات انت مش عارفها قبل كده مجهوله بالنسبه لك، ويوسفل باترن، تقدر تشوف الباترن او الترند، والريليشن شيب بتوين بتوين العلاقات بين المنتجات وبعضها. المنتج ده لما متعلق مثلا بالصيف، لو جه درجه حراره عاليه مثلا الناس تشتري ايه، او لو الشتاء جه الناس بتشتري ايه، لو الناس اشترت الموبايل ده بتشتري معاه الجراب دوت، يبقى يقدر يشوف الريليشن شيب بتوين العلاقات وبعضها. تمام. طيب الحاجات دي هتفيدني بايه؟ ذات كان بي يوز تو ميك ديسيجن، الحاجات دي بتفيدني في اتخاذ قرار. لما انا هتخذ قرار ده هيبقى عندي انكريز سيلز، هبيع صوره اكبر، هقلل التكاليف، وممكن بردك مور افكتيف كاستمر سيرفيس، اللي انا ممكن اعمل سيرش في الكولينج زي ما اتفقنا مع بعض في الداتا بتاعت الريكورد كولينج بتاعت الكاستمر سيرفيس. ممكن برضك دي كلها حاجه تساعدني في ان انا احسن جوده الخدمه بتاعتي او جوده المنتج بتاعي. يبقى ديت تعريف الداتا مايننج، والتعريف ده مهم جدا على فكره يا شباب، وجيف اكتر من امتحان. طيب تاني نقطه معانا في الليلو اس بعد التعريف، قال لك يعني ايه اتريتيف بروسيس. اتريتيف ديت يعني عمليه مستمره او متواصله. احنا زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي في النيورال نتورك، زي ما هنشوف قدام، ان انت مثلا الانبوتس اللي بتدخلها وتطلع لك اوتبوت معين، الاوتبوت اللي طلع لك ده بيبقى انبوت علشان لداتا جديده، علشان يعمل لها يشوف الباترن بتاعه، بعد كده يطلع لك داتا جديده خالص، الداتا الجديده دي يحط عليها باترن جديد، يطلع لك داتا جديده، وديت عمليه مستمره ما بتوقفش لغايه اما يطلع لك افضل قرار تتخذه. يعني يبقى الداتا مايننج از ان اتريتيف بروسيس، عمليه مستمره. يعني ايه اتريشن؟ اتريشن از ا ريبيتيشن اوف بروسيس ان اوردر تو جينيريت ا سيكونس اوف اوتكم. يبقى عندي سيكونس من الاوتكم، يعني ايه
outcome مظبوط يعني. by means of continuous review and rethinking، على طول بقى تستمر بتفكر بصورة مستمرة، continuous review على طول بتعمل review و rethink. once finding has been made، لو لقيت نتيجة وصلت لنتيجة، further data mining may lead to even more conclusion، يبدأ يعمل عليها data mining تاني علشان يديك ايه معلومة أدق أو معلومة يعني ايه أفضل من الايه من النتيجة اللي طلعت لي ديت، تمام، علشان في النهاية خالص يديني ايه أفضل تحليل أو أفضل نتيجة للتحليل اللي هو بيتم ده. طيب يعني ايه ده تعريف الإتريتيف. طيب يعني ايه هي ساينس؟ داتا مايننج ديت دي بتستخدم علم الإحصاء والتكنيكس والكمبيوترز والبيزنس انتليجنت، بيستخدموا الحاجات دي كلها علشان يطلعوا لك داتا، بالتالي فالداتا مايننج تعتبر ساينس، تمام. يبقى الداتا مايننج الساينس because it's a process with defined steps، بروسيس بايه بخطوات معروفه. it uses specialized computational method، تستخدم عمليات بالكمبيوتر، عمليات احصائيه derived from the field of statistics، مستخرجه من علم الاحصاء والماشين ليرنينج والارتفيشال انتليجنت، لذلك هي تعتبر ساينس. تالت حاجة قال لك دي برضك تعتبر ارت. يعني ايه داتا مايننج تعتبر ارت؟ انت دلوقتي بتشوف عندك فيجواليزيشن معين، بتشوف بتختار تكنيك معين اللي هتبحث بيه في الداتا ديت، فلذلك هي تعتبر ارت. يبقى داتا مايننج از ان ارت because distinguish meaning from pattern from a computer output is highly dependent on judgment، بيكون قائم على الخبرة بتاعتك انت وعن الاكسبرتيز والانتيوشن والحدس المهني بتاع الاناليست، لذلك هي تعتبر ارت. يبقى الخطوات دي مهمه جدا، الداتا مايننج اتريتيف والساينس والارت، دوت تحليل تاني نقطه معانا في الال او اس. طيب جه بعد كده قال لك عايزين نفرق بين حاجه اسمها الكونتكست والجنراليزيشن. ده تكنيك في الداتا مايننج، يعني ايه الكونتكست ويعني ايه الجنراليزيشن؟ يعني بقول لك لما تيجي تشوف جملة معينة حطها في السياق بتاعها بتاع الجملة كلها، ما تجيش انت تاخد جزء او نص من السياق او نص الكلام وتفسره على هواك، زي ما بتشوف مثلا في الافلام لما يبقوا عايزين يوقعوا بعض ولا يوقعوا حد معين، يجيبوا لقاء تلفزيوني مثلا مدته ساعة، يقوم جايين مستخرجين من اللقاء بتوعه دوت 10 ثواني او 20 ثانية، يجمعوها بس ال20 ثانية دولت ويقول لك هي ديت الراجل ده قال كده، خدوه بقى وبيحطوه على السوشيال ميديا ويهاجوا الدنيا والرأي العام عليه. دوت لما يحبوا يقعوا بعض، يقع شخص معين، يبقى زي مثلا واحد يقول لك ايه انا قلت مش عارف ايه وانزلوا روحوا وهاتوا كذا، ولما جم اتفقنا نتقابل مع بعض في الميدان، شالوا بقى السياق بتاع الكلام كله وجابوا لك الراجل بيقول انا قلت انزلوا الميدان، يعني خلاص ودوا الراجل ده ورا الشمس. يبقى فاهمين يبقى يعني بياخدوا تحط الكلام في السياق بتاعه. يبقى in mining text، لو تيجي تعمل mining في text the context of word must be considered، تاخد سياق الكلام كله. once word can have many different meaning، يبقى one word may have many different meaning، لها اكتر من معنى. يبقى as a data scientist look for whole phrase in relation to other phrases instead of just looking for word in relation to other word، يبقى بيشوف الجملة دي علاقتها ايه بالجملة كلها، مش بيبص على ايه على كلمة واحدة. طيب يعني ايه generalization؟ قال لك الداتا مايننج دي يوز generalization. عارفين لما انت جيت تخش على موقع معين، تكون انت بتدور مثلا على كاميرا معينة او بتدور على اي حاجة على سودوتكم، يقول لك الناس اللي اشترت دي اشتروا معاها دي، الناس اللي خدت كذا اشترت معاه كذا، بيبول برضو الناس اللي بصت هنا، دوت الجنراليزيشن بيعمم عليك الباترن او الحاجه اللي حصلت قبل كده مع ناس تانيين مش معاك انت. يبقى الجنراليزيشن دوت يعني ايه is ability to predict or assign a label to new observation based on model built from past experience. دوت الموديل عنده من الباست اكسبيرينس عنده خطة معينة، بيقول لك الناس اللي اشترت دي برضك اشترت دي، او الناس اللي بحثت عن المنتج الفلاني برضك كانوا interested بالمنتج ده. و it may be used to answer questions such as what specific online advertisement
should be presented to particular person. انت دلوقتي لو انت مثلا بحثت على النت مثلا على لعبة معينة او على بدراع بلاي ستيشن او دراع اكس بوكس مثلا فرضا، اي منتج تبحث عنه وخلاص قفلت النت ونمت، وجيت تاني يوم هتبص تلاقي الحاجات اللي انت بحثت عنها دي قاعدة كل شوية تجيلك ايه في الاعلانات. يبقى علشان ده نوع من انهم عشان يقللوا تكلفة الاعلان بيستهدفوا الناس اللي بتدور على الحاجة دي، فبيعرفوا دوت منين؟ من الداتا مايننج. عملوا داتا مايننج من الهيستوري بتاعك، انت بتعمل الكوكيز بتاعك تعمل اي اكسبت، خلاص الداتا بتاعتك والسيرش هيستوري والحاجات دي كلها راحت فين؟ راحت عندهم هناك. يبقى هم ايه بيوجهوا الاعلان للناس، بيستهدفوا الناس معينين، ماشي. يبقى on the internet based on their previous browsing habits، من الحاجات اللي بحثوا عنها في الانترنت او في الايه في السوشيال ميديا او في الحاجات اللي انت اشتريتها قبل كده. يقول لك انت اشتريت ده قبل كده، الناس اللي اشترت ده اشتروا معاه ده، الناس اللي اشترت التليفون ده اشترت معاه السكرين بروتكتور دي مثلا، او اشتريت معاه الجراب دوت. يعني ايه يبدأ يفصل لك او يديك حاجات ان انت تبقى عايز تشتريها. يعني داتا مايننج از يوزد ان بريدكتيف اناليتكس. يعني ايه بقى الكلام ده؟ دي شويه مفاهيم كويسه جدا لازم نعرفها في عمليه البريدكشن. الداتا مايننج بتشتغل ازاي لما تيجي تعمل بريدكتيف اناليتكس؟ قال لك اول حاجه بيعملوا حاجه اسمها كلاسيفيكيشن، بيعملوا جروب او بيوصفوا الناس، بيقسموا الناس، مين الناس اللي بتشتري ومين الناس اللي ما بتشتريش. يعني انت دلوقتي بتبقى قاعد تعمل براوزنج على حاجه معينه شفتها مثلا على موقع نون، جالك الاعلان فتحت وقعدت مثلا تبراوز فتره معينه 10 دقايق مثلا او ربع ساعه على الويب سايت وما اشتريتش حاجه، في غيرك مثلا قعد اشتغل شويه قعد 5 دقايق واشترى حاجه او حاجتين، اشترى حاجات معينه. فيبداوا يعملوا كلاسيفيكيشن ايه للناس دي، الناس دخلت قعدت 10 دقايق ما اشتريتش، ناس قعدت 5 دقايق اشترت. يبقى يبدا يقسم الناس الكلاسيفيكيشن ده. برضك بيعمل بناء على البريدكشن، في ناس هو از بروشيسر بريدكتيف بروشيسر ومين بريدكتيف نون بروشيسر، مين اشترى ومين ما اشتراش. ولكن البريدكشن ده بقائم هي زي الكلاسيفيكيشن، ولكن الكلاسيفيكيشن بناء على شخص اشترى او ما اشتراش، لكن البريدكشن بيشوف الاماونت اللي الشخص بيه دوت اشترى بيه كام. يبقى بيقسم الناس، ده اشترى ب 100 دولار، ده اشترى ب 200 دولار، ده اشترى ب 300 دولار. يبقى ايه قائم على اماونت على رقم. طيب الاسوسيشن رول، الاسوسيشن رول ديت برضك نفس زي ما هنشوف في الاونلاين ريكومنديشن سيستم، ان انت لما انا كنت بحكي لك عنها دلوقتي حالا لسه، ان انت بتدخل تشتري حاجه يجي لك اونلاين ريكومنديشن يقول لك الناس اللي اشترت دي اشترت دي. برضك في اسوسيشن رول في حاجات ذات علاقه في المعارض نفسها. لو انت رحت مثلا كارفور في قسم الالكترونيات راح تشتري هارد ديسك اكسترنال هارد ديسك، مكان كله طبعا حاجات اجهزه تكنولوجيه وحاجات، وتبص تلاقي تحت الهارد ديسك ده حاطط لك كيس صغير كده، يقول لك الناس اللي اشترت الهارد ده اشترت الكيس ده عشان يحمي الهارد مثلا، مع ان الكيس ده الشنطه دي ممكن تكون موجوده في مكان تاني في قسم الباكس مش في قسم الايه الالكترونيات. برضك لو انت رحت محل ملابس تلاقي مع الملابس والحاجات دي تلاقي حاطط لك ايه حزام معين في وسط الهدوم مثلا، يقول لك الحزام ده بيمشي مع البنطلون ده، او الجزمه البني الشمواه تمشي مع البدله دي. وانتوا اصحاب الكرامه يعني تلاقي حاطط لك البدله او الملابس وحاطط لك تحتها الشوز بتاعها، مع ان ده مش قسم الاحذيه. يبقى دوت الاسوسيشن رولز، يجيب لك حاجه دوت سينجز تو كام توجذر، يحطهم كيبت توجذر، الحاجات اللي بتتباع مع بعض بيحطهم ايه جنب بعض، تمام. والاونلاين ريكومنديشن سيستم دوت بقى بيشوف انت البراوز بتاعك ايه، يبدا يعمل لك ريكومنديشن يقول لك انت ممكن تشتري دي، انت بحثت عن دي قبل كده ممكن تشتري ديت، او ديت موجوده بسعر تاني افضل، امكانيات مثلا ديت اقل شويه. لو انت بتدور مثلا على نوت 10 مثلا، في طلع نوت 10 عادي وفي نوت 10 لايت، يبدا ايه يفرق لك ويطلع لك الحاجات دي ويعرفك اسعارهم، عايز يقنعك ان انت هتشتري، بيقنعك ان انت تشتري بالايه اونلاين ريكومنديشن سيستم. بعد كده قال لك ايه في حاجه اسمها داتا ريدكشن، يقلل بقى الداتا ديت. ما انا مش طبعا من لما اجي ابحث الداتا ساينس لما يبحث في الداتا مش يبحث في الكم الهائل من الداتا دي من الاستراكتور داتا دي، لا بيبدا يقرب الحاجات دي الهوموجينيوس جروب، الجروبات متجانسه مع بعضها،
او متشابهه مع بعضها، بحيث ان هي ايه يقلل عمليه البحث في الداتا ديت، بيقللها شويه بحيث ان ايه يسهل عمليه البحث. يبقى جروب ذا ريكورد انت هوموجينيوس جروب، منتجات متجانسه مع بعضها. بعد كده قال لك الكلاسترنج، والكلاسترنج دوت شوف تعريف كلمه الكلاسترنج دي، قال لك فايند جروبز ان داتا سيتس ذات هاف سيميلر كاركترستكس، يشوف يقسم بقى يعني يقسمها لجروبات. احنا شفنا الداتا ريدكشن بيعمل جروبات على انها هوموجينيوس جروبز، لكن الكلاسترنج لا، بيجمع الجروبات دي مش على انها هوموجينيوس، لا بيبدا يجمع الجروبات دي اللي هي متشابهه في الخصائص بتاعتها او في الوظائف بتاعتها. يبقى كلاسترنج كان بيوزد ان داتا ريدكشن تو ريديوس ذا نمبر اوف جروبز، يقلل بقى ايه عدد الجروبات ديت، تمام؟ يبقى دوت الكلاسترنج. طب ايه بقى الدايمنشن ريدكشن؟ الدايمنشن ريدكشن بشيل بقى الحاجات الفاريبلز اللي انا مش هستخدمها في البحث بتاعي. انا مثلا مش هستفيد بخانه الايميل مثلا او بخانه رقم التليفون في الداتابيز عندي بتاعت العملاء، يبقى اشيل الحاجات دي من عندي، انا مش هستخدمها. خانه العنوان، يبقى انا كده بقلل، بحاول اقلل الداتا اللي انا ببحث فيها علشان ما تاخدش مني وقت ومجهود وتاخد مني مساحه على الفاضي. يبقى دوت الدايمنشنال ريدكشن، reduce the number of variable in data in order to improve manageability and predictive ability، يزود عندي الإدارة بتاعتها والتنبؤ بتاعها يبقى بصورة أصعب. الداتا اكسبلوريشن، اعرض لي بقى الداتا دي. الداتا اكسبلوريشن زي الفيجواليزيشن كده، احط الحاجات دي قدامي، فلوت شارت قدامي، ابدا اشوف الداتا اللي اتشالت ايه، الداتا المهمه ايه اسيبها، الداتا اللي مش مهمه اعمل لها ديليت، وابدا بعد كده اجهز نفسي ان انا اعمل اخر مرحله اللي هي مرحله الفيجواليزيشن. يبقى الداتا اكسبلوريشن از يوزد تو اندرستاند ذا داتا اند ديتكت انيوجوال فاليو باي كرييتنج شارت اند داشبورد، عن طريق الشارت والداشبورد اللي هي فيجواليزيشن، بعمل فيجوال ديسكفري لكل اللي انا عملته ده، تمام؟ في بقى هيستوجرام، وفي باي شارت، في بار شارت، في انواع من الداتا فيجواليزيشن هندخل فيها قدام شويه. بعد كده جه قال لك في كونسبت اسمه سوبرفايزد اند ان سوبرفايزد ليرنينج ان داتا مايننج. قال لك في انت ممكن تقسم الالجوريزمز اللي بتبحث بالداتا مايننج دي، في الجوريزم ممكن انت بتعمل له ليرن، فانت بتبقى عارف البريدكتور اللي انت هتبحث عنه، فالبريدكتور ده تبدا انت تحط الالجوريزم، انت عارف النتيجه اللي طالعه لك عشان تقارن النتيجه النهائيه مع الرقم اللي انت اصلا كنت عارف ان هو المفروض الرقم ده هيطلع لك، وتبدا تفرق بينهم، ولو لقيت الرقم مظبوط خلاص تطبق الالجوريزم دوت عندك في الداتا مايننج وتسيبه ايه يشتغل ويبحث هو مع نفسه. يبقى ده سوبرفايزد ليرنينج الجوريزم معناها ايه؟ are used in classification and prediction in order to train the algorithm. لكن ال unsupervised ديت هتبقى انت مش عارف ال predictor اصلا. يبقى it's necessary to have data set in which the value of the outcome be predicted is already known. انت عارف already ال outcome اللي طلع لك ايه. such as whether or not customer made a purchase. انت عارف العميل ده داخل هيشتري ولا لا. واحد دخل خلاص عمل سبميت ودخل رقم الكريدت كارد والارقام اللي وراه، عمل كل حاجه، ماشي في الخطوات كلها، خلاص انت عارف ان هو هيشتري. The data set with known outcome is called training data. يبقى the data set with known outcome is called training data. انت عارف الاوتكم. After algorithm has learned، لو خلاص الالجوريزم خلاص ماشي معاك مظبوط، it's tested with known outcome to predict how it will work. انت خلاص بتحطه مع outcome انت عارف النتيجه بتاعته، لقيته مظبوط تمام، تبدا تطبقه عندك في الداتا مايننج بتاعك. طيب الانسوبرفايزد الجوريزم دوت يوزد وين ذير از نو اوت كم، انت مش عارف البريدكتد اوت كم، ما انتش عارفها. يبقى هنا زي مثلا ايه الاسوسيشن رولز اللي احنا شفناها، زي الاسوسيشن رولز اللي هي الاوفلاين ريكومنديشن زي ما بيقولوا عليها، او دايمنشن ريدكشن اللي انت تقلل البيانات، والكلاسترنج، والانسوبرفايزد ليرنينج ديت عباره عن امثله من الانسوبرفايزد ليرنينج الجوريزم. يبقى ده الفرق بين السوبرفايزد والانسوبرفايزد ليرنينج الجوريزم. طيب تعالوا نشوف برضه جزئيه النيورال نتورك اللي هي الخلايا العصبيه في الداتا مايننج. في عندك نيورال نتورك،
عارفين انتوا زي مخ الانسان كده، او زي الشبكة دي، زي الشبكة كده. تلاقي انت عندك مثلا الانبوت معين، علشان الانبوت ده يعمل عليه بريدكشن يطلع لك اوتبوت، الاوتبوت هتاخده كانبوت وتعمل عليه بروسينج لنيو داتا، والنتيجة اللي طلعت لك دي تعمل لها انبوت تاني كنيو داتا. يبقى النيورال نتورك are systems that can recognize pattern، يقدر يشوف الباترن، و and the pattern to make prediction using new data، وبيستخدم الداتا اللي في الباترن دي ان هو يتوقع لداتا جديدة. Neural network are based on human brain and can mimic the way human learn، يبقى بيحاول يحاكي العقل البشري بتاع الإنسان. It can learn from its mistake، بيتعلم من أخطائه. Finding out the result of its prediction، بيبدأ يتنبأ ويعرف الحاجات بناء عن ايه، عن الاخطاء او المستيكس اللي حصلت له قبل كده. يعني هو ايه، مش بيقع في خطأ مرتين. ده ماشين ليرنينج. The result of neural network prediction اللي هو الاوتبوت اللي طلع لي بقى become input of the next iteration، يبقى الاوتبوت اللي طلع لي بيبقى انبوت للمرحلة التانية وهكذا، ويفضل شغال على طول. ياخد الاوتبوت يدخله يبقى انبوت، بعد ما يعمل عليه بريدكشن بيطلع له اوتبوت جديد، ياخد الاوتبوت ده يدخله تاني يعمل عليه بريدكشن عشان يطلع اوتبوت جديد، لغايه ما يوصل في النهايه للديزايرد اوت كام. ده كده شغال ما بيوقفش. طب بنستخدم النيورال نتورك دوت في ايه؟ عندك بعض الاستخدامات للنيورال نتورك، بعض الامثله هنذكرها زي ما قالها في كتاب هوك. قال لك بيكينج ستوكس فور انفستمنت باي بيرفورمينج تكنيكال اناليسيز of financial market and individual investment holding. الناس بتاعت البورصة وهيئات الاستثمار كانت الأول مثلا بتحدد سعر السهم، فأحيانا في بعض الأوقات بيبقى سعر السهم دوت مبالغ فيه، يعني بتبقى حاجات مش طبيعية. تلاقي سعر السهم زي مثلا البيتكوين فجأة كده دلوقتي، البيتكوين تلاقي ما سعرها قرب من 20,000 دولار. فانت ما في حاجات فعلا بتبقى سعرها مبالغ، مش زي القيمه السوقيه. فالناس بتاعت الاسهم والسندات ديت، شركات الاستثمار، بقت تستخدم النيورال نتورك في انها مش بس بتحدد السعر، لا، قال لك النيورال نتورك ده بيعمل كذا عمليه حسابيه كده، يشوف معدل ربحيه السهم دوت، يشوف القيمه الدفتريه للسهم او لاصول الشركه، يشوف معدل الربحيه اللي هيتوزع او مضاعف الربحيه، بعض المؤشرات كده اللي بيستخدمها علشان ما يحصلش مبالغه في ايه، في تقييم السهم دوت. بالتالي بيستخدموا النيورال نتورك في العمليه دي، ان هو يعمل بريدكشن ويطلع لك السعر دوت فعلا حقيقي ولا لا، يستثمروا في الجزء ده ولا لا، بناء على الباست اكسبيرينس. برضه يقول لك الشركه دي سهمها طلع فجاه وبعد فتره معينه لا ده السهم هينزل او هيوصل في الصعود، نستثمر فيها. يبقى بيعمل بريدكشن للحاجات دي. وبرضك ميكنج بانكربسي بريدكشن، يبدا يتنبا، ممكن برضك النيورال نتورك يتنبا بالايه، بالبانكربسي، الناس اللي هتفلس. ممكن البنوك تستخدمها في كده، مثلا فاينانشال انستتيوشن يشوف الشركات الفلانيه اللي افلست ديت، يدرس الناس اللي افلست ديت افلست ليه، او في خطوات معينه عملوها قبل الافلاس. اول حاجه بداوا يبيعوا الاراضي اللي عندهم، باعوا الاصول بتاعتهم، تاخر في رواتب الموظفين، يبدا يعمل ده، يعمل بعد كده في النهايه يقتنع ان الناس دي خلاص بطريقها للافلاس. يبقى ده ميكنج بانكربسي بريدكشن. عارفين انتوا في سيكشن اي لما شفنا مع بعض في الاوديتنج ستاندرد نمبر 5، لما الاكسترنال اوديتور بيدي في نهايه السنه رايه ان الشركه دي هتكمل ولا لا، هو كان بيدي رايه دوت بناء عن اللي عن الحدس المهني او عن قراره الشخصي. بناء على ايه؟ بناء على القوائم الماليه اللي قدامه، اللي هو مبدا الجوينج كونسيرن. بيقول لك ان بناء عن فحص الشركه الفلانيه وان شفنا القوائم الماليه ان الشركه ديت هتستمر في المستقبل بناء على رايه، يبقى ده راي شخصي. قال لك لا يا حلو، الكلام ده كلام قديم، تعالى بقى شوف النيورال نتورك دلوقتي بتبحث في حاجه تانية، مش بتشوف دي بس، تعمل المؤشرات وتقسم وتطرح وتجمع وتعمل، وهي برضك شغاله وهي بتعمل المؤشرات دي النيورال نتورك، بتبحث في نفس الوقت في الاونلاين ريكومنديشن سيستم، بتبحث في السوشيال ميديا،
قاعدة تدور في ومعدل العائد على الاستثمار، وقاعدة تشوف كذا تحليل وتحلل كذا نسب علشان تشوف الشركة دي هتفلس قريب ولا هي شغالة ولا لأ. تقول لك اه الشركة دي هتشتغل كده، لو هي فضلت على اللي هي فيه ده هتشتغل لك كبيرها قوي 3 4 سنين. بيدي لك نتيجة تحليلية معينة بيستخدموا فيها النيورال نتورك. تالت حاجة قال لي ديتكتنج فرود ان كريدت كارد. لو انت مثلا في مصر ومعاك كريدت كارد وسافرت رحت ماليزيا مثلا وجيت تشتري بالكريدت كارد ده، فبكريدت كارد قسم إدارة الالتزام بتاع البنك بتاعك بتبقى وقفت، بتوقف عملية الشراء دي أو بتعمل بلوك لعملية الشراء دي، بناء إن هم قالك الناس اللي بتسافر المكان الفلاني أو الدولة الفلانية حصل فيها كتير عمليات فرود أو عمليات احتيال، يبقى نعمل بلوك قبل العميل ما يروح يشتري أو يسافر للدولة دي. لازم الأول يروح البنك يعرفه أو يتصل بالأونلاين بانكينج يقول لهم لو سمحتوا يا جماعة أنا مسافر يوم كذا وهرجع يوم كذا، وعايز الكارت بتاعي الفيزا بتاعتي تشتغل في بريطانيا او في لندن او في ماليزيا او في الدولة وات ايفر ميبي. لازم يبقى هما من خلال العملية دي انهم يعملوا ديتكتنج للفرود. رابع حاجة قال لك ايدنتيفاي ديجيتال ايمج ان من خلال النيورال نتورك ان هو يشوف الديجيتال ايمج دي ويقدر يتعرف عليها. انت دلوقتي لما تيجي ترفع صورة على الفيسبوك مجموعة انت واصحابك مع بعض، بعد ما بترفع الصورة تلاقي كتب لك دوت اشرف ودوت احمد وده محمد وده يوسف، تلاقي عرض لك يكتب لك اساميهم، يعمل لك تاج لاسامي الناس. المتحرش اللي اتحرش بطفله من كام يوم، البنت قالت له شايف الكاميرا هي بتصورك، مجرد ما بص للكاميرا كده اتجاب. برضك من كام يوم برضك قبل امس تقريبا واحد اتحرش ببنت في المترو وهي صورته بالتليفون. اما صورته بالتليفون خلاص من خلال الصوره ديت اجهزه الامن خدت الصوره دي حللتها بالاجهزه عندهم، طبقوها ببطاقه الرقم القومي وراحوا جابوه من بيته في خلال ايه، بعد ما نشط الفيديو بثلاث اربع ساعات كان الشخص ده متجاب ومحطوط في عرض النيابه. يبقى دوت من خلال من استخدامات النيورال نتورك انها ايدنتيفاي الديجيتال ايمج. بردك السيلف درايفنج فيكلز، دلوقتي انت في بعض الدول في الامارات مثلا بتركب تاكسي مفيش فيه سواق، انت بتركب التاكسي وخلاص تختار الديستنيشن وهو بيوديك في سيلف اند درايفنج مفيش سواق. في كاميرات انت بتتكلم مع كاميرا تقول انا هروح الشارع الفلاني هروح الحته الفلانيه، والعربيه ماشيه، العربيه دي وهي ماشيه عارفه ان هي لازم تعمل مسافه امان مثلا بينها وبين السياره اللي قدامها 10 متر، ان السرعه في الطريق الفلاني 40 متر والسرعه في الطريق الفلاني اقصى حد 70 متر والهاي واي 120 متر. بتبقى العربيه مقسمه وعارفه الحاجات دي، امتى تضرب فرامل وامتى تجري وامتى تقف والطريق ده مزدحم، وممكن تحلل برضك من الجي بي اس ان الطريق دوت قافل او زحمه وتاخد الطريق دوت اقرب، او الطريق دوت فاضي تاخد طريق تاني. يبقى النيورال نتورك بيشغل السيلف درايفنج فيكلز وسيارات تسلا اللي نازله فيها عمليات السيلف درايفنج فيكلز ديت مجموعه من الاستخدامات اللي ممكن نستخدمها في الايه في النيورال نتورك. طيب تالت نقطة معانا في الـ في ال او اس بيقول لك ازاي انت بتستعمل التولز اللي انت بتستعملها، ايه التولز اللي بتستعملها في الداتا مايننج علشان تتريف الانفورميشن. فقال لك بنستخدم حاجة اسمها ستراكشرد كويري لانجوج، والنقطة ديت يمكن هوك كان ذكرها بس في درس الداتابيز ولكن ما ذكرهاش بالتفصيل دوت. فانا لما حبيت ابحث في بعض الكتب في وايلي وفي جلايم ما لقيتش تعريفها، ممكن جلايم ذكرها بصوره مبسطه شويه لكن انا سالت عليها بحثت عليها في موقع الاوراكل في موقع الاس كيو ال وادوني الرد بناء عن اللي مطلوب منك في الاو اس. الرد اللي هو ايه دقيق جدا للوصف ده، قال لك ستراكشر كوري لانجوج از ا داتا بيز لانجوج ديزايند تو مانيبيوليت اند ريتريف داتا ستورد ان ريليشنال داتا بيز مانجمنت سيستم. يبقى في ريليشنال داتا بيز مانجمنت سيستم دوت بنستخدم الاس كيو ال ليه بقى؟ علشان كرييت داتا بيز، نحط ناسس اصلا الداتا بيز من الاول، اعمل لها مانيبيوليشن. مانيبيوليشن دوت اللي هو التعديل الديليت واد وموديفاي واعمل اي حاجه في الداتا بيز ديت، وبرضك بيرفورم كومبلكس كويري استعلام بقى وخانه البحث السورت والترتيب وعمليات حسابيه. كل ديت من الاستخدامات اللي بتستعملها اللي بتقوم بيها عمليات الاس كيو ال داخل الداتا مايننج. يبقى هنا
perform complex query to transform raw data into useful information في النهاية خالص، وقال لك perform other command such as mathematical function و sorting data يعمل sort يرتبها من A to Z ومن Z to A، أو joining table، وفي النهاية خالص علشان إيه يدي لك useful information تقدر تستخدمها بعد كده في اتخاذ القرار بتاعك. وده التعريف المور اوفيشال، واللي لو جالكوا الجزء ده في الامتحان تجاوبوا بالنقطة دي، فحضرتك ممكن تكتبها ورايا، اكتبها في ورقة خارجية كده وإيه في أو خليها في النوتس عندك اللي لازم تبقى حاططها قدام عينك. طيب بردك في عندك نقطة مهمة جدا، هي بقى الستبس اللي بيقوم بيها الشخص الاناليست دوت علشان يعمل عملية داتا مايننج، هي الخطوات اللي هو بيقوم بيها. كتاب جلايم يمكن هو ذكر 5 خطوات بس، في كتابه هو فسرها لك شوية، قال لك بيقوم ب10 خطوات. تعالوا نشوف الكتاب بيقول لك ايه. قال لك اول حاجة الاناليست دوت لازم يأندرستاند البيربس اوف ذا بروجكت، لازم يعرف هو الناس دي عايزه ايه، تعمل ايه من داتا مايننج. لازم يفهم الاول، يقعد مع الناس بتوع الشركه، انتوا عايزين تعملوا داتا مايننج ليه؟ الداتا اللي عايزينها دي اون جوينج داتا مستمره، ولا خلاص دي بتاعت فتره معينه وخلاص تنتهي. يبدا يقعد معاهم قبل ما ياسس اي حاجه، يفهم الاول الناس دي عايزه تعمل ايه. يبقى ويذر ذا بروجكت ويل هاف وان تايم ايفورت اور اون جوينج ايفورت. تاني حاجه قال لك سيلكت ذا داتا سيت تو بي يوزد، الداتا اللي هعمل فيها داتا مايننج دي لازم اختارها. انا ممكن استخدم الداتا مايننج دي بالويب سايت بتاع الشركه بتاعتهم بس، او بالداتا بيز بتاعتهم بس اللي هعمل عليها داتا مايننج، او ممكن استخدم الاكسترنال ويب سايت السوشيال ميديا والحاجات دي. يبقى لازم يختار السورس اللي هيطلع منه الداتا بيز، ممكن يبقى انترنال وممكن يبقى اكسترنال. وتالت حاجه قال لك بقى يعمل اكسبلور بقى، فيجوالايز الداتا ديت كلين، احذف الحاجات اللي ملهاش لازمه، العناوين العملاء، ارقام الايميلات، ممكن تحتاج رقم التليفون، اسم العميل ورقم التليفون، العنوان مش محتاجه في حاجه ما حطهوش. يبقى بقسم الناس دي لجروبات معينه زي ما شفنا من شويه، الجروبنج والكلاسترنج والريديوس دايمنشن. تمشي معاك في النقطه رقم 3 دي اللي هي تعمل اكسبلور وكلين اند ريبروسيس ذا داتا. رابع حاجه قال لك ريديوس ذا داتا دايمنشن، اللي انت اليمينيت unneeded variable، تحذف اي variable انت مش مستخدمها تحذفها، اللي هي العناوين والسيتي والدوله والمدينه والحاجات دي ممكن تشيلها. وdetermine the data mining task، تعمل بقى ايه التاسك اللي انت هتستخدمها. شفنا التاسك من شويه اللي هي الكلاسترنج والبريدكشن والكلاسيفيكيشن والاونلاين ريكومندنج سيستم. شوف بقى انت هتشتغل ازاي، انت هتعمل ايه، لازم ايه تعمل determining the data mining task. سادس نقطة قال لك partition the data، قسم بقى الداتا دي. مش معقول الداتا النتائج اللي طلعت لك ديت مش هتستخدمها في مكان واحد، لا هتستخدمها في 3 حاجات. قال لك تعمل الداتا دي، تعمل حاجة اسمها training data زي ما شفناها من شوية، يعمل one part جزء من الداتا دي يعمل لها train للداتا عشان يطلع الالجوريزم اللي المفروض هيشتغل بيه بعد كده، و one data for validation، ياخد داتا عشان يعمل لها فاليديشن. الفاليديشن ديت اللي انت هتقارن الداتا دي الاوت كم اللي طلع لك مع الايه، مع الاوت كم اللي كان المفروض يطلع لك اللي انت عارفه مسبقا قبل كده. وان داتا فور تيستينج، يبقى الداتا اللي طلعت لك واحده للتريننج داتا، واحده للفاليديشن، واحده للتيستينج. طيب سابع نقطه قال لك سيلكت داتا مايننج تكنيكس تو بي يوزد. انا في الداتا مايننج ديت في عندي كذا تكنيك، ممكن ريجريشن اناليسيز، ممكن نيورال نتورك الخلايا العصبيه، وفي الهيراركي كلاسترنج. احنا مش هنفهم طبعا، مش لازم نعرف الحاجات ديت معناها ايه، لكن ده كمثال يعني. بقول لك تختار الدات التكنيك اللي هو هيقوم بيه. هو لو جالك في الاسي او في وقال لك اذكر الخطوات اللي هيقوم بيها، هتذكر الخطوات اللي باللون الابيض دي، مش هتذكر definitions او الحاجات الاضافيه دي. هتقول له اول حاجه understand select explore clean، تبدا تذكر الخطوات دي تحت بعض. تامن نقطه use algorithm to perform the task، هتستخدم بقى الالجوريزم دوت علشان يعمل يحلل بقى الداتا مايننج ديت. هيستخدم ايه الالجوريزم اللي هيستخدمه بقى بعد ما اخترته الاول؟ بعد كده interpret the result of algorithm، choose the best algorithm and test the final choice. يبقى بتختار بقى
افضل الجوريزم طلع لك، او اللي هو اللي ادالك الديزايرد اوت كام، تبدا تطبقه عندك، وفي النهايه خالص تعمل له عمليه اي ديبلوي تطبقه عندك. يبقى the model is run on the actual record to product actionable information that can be used in decision making، ودوت الفاينل ستيب. طيب انا في النهايه خالص لما جيت طبقت الموديل ده ولقيته ان هو ما ادانيش او ما فادنيش بحاجه، يرجع تاني الاناليست او الساينتست يعيد الدوره دي من الاول تاني، يبدا تاني يعيد العمليه دي كلها. يبقى دوت الاوفيشال ستيبس بتاعه عمليه الداتا مايننج، ودي مهمه جدا على فكره، واعرفوها كده بالترتيب ده. طيب ايه هي بقى التشالنجز او التحديات اللي ممكن تواجهك في الداتا مايننج، عفوا في الستيبس ديت؟ زي ما قلت لكم من شويه ان انت تكتب النقاط الرئيسيه بس، مش مشكله لو انت عندك وقت زياده، في لو جات لك في الاختبار وعندك وقت زياده مفيش مشكله لما تكتب الحاجات دي، يمكن يدوك على درجه زياده. يبقى تكتب العناوين الرئيسيه الاول، والله عندك وقت خلاص كمل، عايز تجود جود تمام. عفوا. طب ايه التشالنجز في الداتا مايننج بقى؟ ايه التحديات او ايه المشاكل اللي ممكن تواجهني وانا بعمل داتا مايننج؟ قال لك اول حاجه بور داتا كواليتي. انا مشكله الداتا مايننج ديت في الداتا نفسها، ممكن الداتا ديت ما تبقاش نوت يوسفول، تبقى فيها داتا غلط، فيها داتا دوبليكيت، داتا تخليني اوفر ويل الكوست عندي، او اعمل بريدكشن غلط. فاهم حاجه عندي الداتا ديت تبقى مظبوطه، لان احنا عارفين مبدا الجاربج ان جاربج اوت، لو الداتا جالي غلط فالنتيجه هتطلع لي غلط. يبقى ممكن التشالنج البور داتا كواليتي. تاني حاجه الانفورميشن اكزيست ان مالتيبل لوكيشن، في عندي داتا موجوده على الاكسل، في داتا عندي في قسم الفاينانس، لو خاصه لو الناس بتستخدم فاينانشال اندنا فاينانشال سيستم زي ما شفناها قبل كده في فرق في درس الاي ار بي. فقال لك ان ممكن الداتا ديت ما تفيدنيش انا لما في الشركه، لما اجي اتخذ قرار، او الداتا اللي انا هعمل لها فيجوالايز دي تبقى ناقصه، ما بقاش انا شايف كل الداتا قدامي، لما اجي احلل او اشوف الباترن او الفيجوالايز يكون في داتا ناقصه ما تخلينيش اعرف اشوف الرؤيه بصوره افضل او بصوره صحيحه. يمكن الداتا الناقصه دي لو كانت قدامي اعرف ساعتها اتخذ قرار مظبوط. يبقى من ضمن الليميتيشن ان الداتا دي ممكن تكون موجوده في اكتر من مكان. تالت حاجه قال لك البايزز ار امبليفايد ان ايفالويتنج داتا، ممكن الشخص اللي بيعمل حكم على الداتا دوت ممكن بيحكم مع بناء عن هواه هو، يعني الشخص نفسه اللي بيعمل فيجوالايز للداتا دوت يقول لك ايه مثلا ده لون احمر وده لون اخضر، شايفين اللون الازرق ده جميل ازاي؟ ممكن واحد تاني يقولك شايفين اللون الاخضر ده جميل ازاي مثلا، انا بقول لك مثلا فرضا يعني. بالتالي يعني بناء على هوى الشخص الساينتست دوت ممكن هو يديلك قرار غلط. يبقى ده من ضمن التحديات. بردك analyze data often display correlation however correlation does not prove causation، في العلاقة بين السببية، ان ممكن مثلا ان الدنيا لما الجو يبقى حر الناس تشتري ايس كريم، هل في علاقة بين كده ولا لأ؟ لكن ممكن ما يبقاش في سبب، لان هما جايب برضك درسوا قال لك ان انماط المستهلك اللي بيدخل مثلا احد المولات، قال لك ان الشباب اللي هما لسه متجوزين جديد اللي هما من سن 30 ل 37 سنه يوم الجمعه وهما مروحين بيشتروا خمره والعياذ بالله ويشتروا بامبرز. هما درسوا لقوا كده انماط المستهلك كده، كل يوم جمعه بيبقى عنده اجازه بقى طبعا سبت وحد، فيوم جاي بيروح يشتري بيره او خمره ويشتري معاها بامبرز. فقال لك حطهم جنب بعض، مع ان مفيش علاقه مفيش كورليشن بين البامبرز وبين الخمر، لكن هما شافوا كده. يبقى ممكن ده يديك كورليشن زي مثال الايس كريم، لكن ممكن الكورليشن ده ما يبقاش فيه كوزيشن، ما يبقاش فيه سبب للعمليه دي. بردك ethical issue such as data privacy، دلوقتي بتعامل مع داتا بتاعت ناس على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك، وفي خصوصيه ارقام التليفونات والحاجات دي كلها تعتبر ethical issue لازم تكون في الحسبان، وممكن حد يقاضيني بناء على الداتا اللي هي موجوده عندهم دي. وبرضك الداتا سيكيورتي، لازم يكون في تامين للداتا، زي مثلا مثال شركات الاتصال اللي بتروح تبيع
ارقام العملاء عندها لشركات التسويق العقاري والحاجات دي. تبص تلاقي شخص اتصل بيك يقول لك، او بنت اتصلت بيك تقول لك حضرتك انترستد ان انت تشتري معانا في العاصمه الاداريه الجديده، حضرتك استاذ محمد حسين، انت عرفت مين انا؟ محمد حسين. عرفت منين؟ ما مش معقوله قاعده تجرب الارقام وتختار اي اسم على هواها، او تبحث على ترو كولر مثلا. لا، بيبقى جالها بيانات من شركات الاتصال، وبيشوفوا الناس ديت بتدور على ايه، وياخدوا الداتا بتاعتك ديت ويحللوها. يبقى ده نوع من الداتا سيكيورتي. برضك جروينج فاليو اوف ان استراكتر داتا، انت دلوقتي قاعد تجمع لي في داتا استراكتر داتا وان استراكتر داتا. الان استراكتر داتا ديت فيها فيديوز واوديوز وايميلات وسوشيال ميديا وتويتات طيب الداتا دي كلها هتخزنها فين؟ هتخزنها عندك ولا هتخزنها في الكلاود ولا هتوديها فين؟ يعني كل ما كبر حجم الان استراكتر داتا دي مش هتعرف تخزنها، يبقى ده يعتبر تحدي بالنسبه لك. يبقى التشالنج ديت غالبا في الامتحان، يعني مش بيقول لك سكور لي 7، بيقول لك سكور لي 3 تشالنجز بس، ما بيقولكش سكور لي كله. فحتى يعني في البينيفيتس او الليميتيشن في اي حاجه في الاختبار بيقول لك سكور لي 3 نقط بس، وغالبا ممكن يقول لك سكور لي نقطه برضه، نقطه واحده، ما بيقولكش سكور لي كله، ممكن يقول لك نقطه نقطتين ثلاثه. يبقى انت ايه، تشوف لك كام نقطه من دول سهلين كده، حفظهم سهل بالنسبه لك وتحفظهم، افهمهم الاول واحفظهم عشان في الامتحان هتصيغها باسلوبك طبعا، مش ايه، مش كما انزل يعني، هتصيغها باسلوبك. خلاص كده احنا وصلنا لنهايه حلقه النهارده. لو عجبتك الحلقه اخبطنا باحلى لايك، وتشير الحلقه دي لاصحابك علشان توصل لاكبر عدد من الناس. ولو عندك اي استفسار اكتبه لي في الكومنتس تحت في التعليقات، اتشرف ان انا ارد باي استفسار ممكن تسالني بيه. استودعكم الله، كان معكم محمد حسين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.